بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات للسنة الثالثة ثانوي رقم 2، حيث رقم 1 موجود على قناتنا في اليوتيوب. أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع، حيث قال نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى 1 ب f ل x يساوي لنا x زائد 1 في جذر 1 ناقص x مربع. قال وليكن سي f المنحنى الممثل لها في معلم متعامد ومتجانس او اي جي. قال 1 ادرس قابلية الاشتقاق عند الناقص 1، فسر النتيجة هندسيا. ثانيا قال ادرس قابلية الاشتقاق عند 1، فسر نتيجة هندسيا. بعدها قال ثالثا ادرس تغيرات الدالة f. رابعا اكتب معادلة تي اللي هي معادلة المماس للمنحنى سي اف عند الفاصلة المعدومة. خامسا قال ادرس وضعية المماس تي، اذا هنا معادلة المماس، اذا المماس تي بالنسبة الى المنحنى سي اف. واخيرا قال سادسا ارسم المنحنى سي اف في المعلم السابق. اذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذا ننطلق أبنائي في الجزء الأول، حيث قال نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال من ناقص 1 إلى 1 بماذا؟ بالعبارة اللي هي F لX يساوي لنا X زائد 1 في جذر 1 ناقص X مربع. هنا لاحظوا جيدا أبنائي لماذا قال مجموعة التعريف من الناقص 1 إلى 1، لاحظوا لماذا؟ إلى واحد، لماذا؟ لأن هنا لو نقول دي اف بحيث ما بداخل الجذر اللي هو واحد ناقص اكس مربع يا أبنائي يجب أن يكون أكبر أو يساوي الصفر. هذه العبارة لو نقوم بحلها كمعادلة، يعني حتى تلاحظونها يا أبنائي، لو نحلها واحد ناقص اكس مربع يساوي لنا صفر، هنا لو ننقل هذا إلى هذا المكان فيصبح لنا ناقص x مربع يساوي ناقص 1، معناه x مربع يساوي لنا 1، معناه x يا إما يساوي لنا جذر 1 اللي هو 1، أو x يساوي لنا ناقص جذر 1 اللي هو ناقص 1. ونأتي هنا يا أبنائي ونضع جدول إشارة لهذه العبارة. لاحظوا إذا قلنا من هنا ناقص ما لا نهاية، وهنا زائد ما لا نهاية، وهنا 1 ناقص x مربع، تنعدم العبارة قلنا عند الناقص 1 والواحد. انظروا وتابعوا معي يا أبنائي، إنها عبارة من الدرجة الثانية. الا هنا العدد المضروب في الاكس مربع هو ماذا؟ هو سالب، اذا هنا نقول نفس وهنا نفس وداخل جذران عكس. وقلنا ان العباره تبحث الداله الجذريه تبحث عن القيم كيف هي الموجبه، اذا ما هو القيم الموجبه التي فيها الزائد؟ معناها تكون من ناقص 1 الى 1. هذا لماذا اختار مجموعه التعريف كانت من ناقص 1 الى 1 فقط. الان هنا كان للتوضيح مجموعة التعريف فقط. قال وليكن سي اف المنحنى الممثل للدالة في معلم متعامد ومتجانس. قال سؤال أول أدرس قابلية الاشتقاق عند الناقص 1، إذا نكتبها كعنوان دراسة قابلية الاشتقاق عند ماذا يا أبنائي؟ عند الناقص 1. نحن نعلم أبنائي أن قانون أولا نتحدث عن قانون الاشتقاقية اللي هي ليميت، لاحظوا ليميت f لx ناقص f لx صفر على x ناقص x صفر لما x يؤول الى x صفر تساوي لنا، ان كانت تقبل الاشتقاق عند شيء فنجدها تساوي لنا f فتحة لx صفر. هنا ان كانت تقبل الاشتقاق، لكن ليس بالضرورة دائما تساوي لنا f فتحة لx صفر. لماذا؟ لانها مرات تعطينا ما لا نهاية. اذا ننطلق رويدا رويدا، مثالنا هو هذا هو الناقص 1، معناه نعوض هنا بناقص 1 وهنا بالناقص 1 تصبح لنا زائد 1 وهنا بالناقص 1، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت. انظر وتابعوا معي يا أبنائي، تصبح لنا f لx، ها هي f لx اللي هي x زائد 1 في جذر 1 ناقص x مربع على x زائد 1 يا أبنائي لما x يؤول إلى ناقص 1. تابعوا جيدا أرجوكم، بما أن العملية في فيذهب هذا مع هذا بقاعدة الاختزال، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت 1 ناقص x مربع تحت الجذر لما x يؤول إلى ناقص 1. عوضوا هنا بالناقص 1 يا أبنائي وتابعوا، إذا تعطينا ماذا؟ تعطينا الجذر
واحد ناقص واحد مربع يصبح لنا ناقص واحد وتساوي لنا صفر. إذا هنا وجدنا كم يا أبنائي؟ وجدنا صفر، والصفر ينتمي إلى R. إذا بما أن الصفر ينتمي إلى R يا أبنائي، فماذا يمكن أن نقول؟ نقول الدالة F هنا أكيد بقيم، أكيد بقيم أكبر. لماذا بقيم أكبر؟ لأن الدالة لها مجال مغلق. انظروا جيدا، إذا هنا نقول الدالة F قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على يمين يا أبنائي، على يمين الناقص واحد. إذا على يمين الناقص واحد يا أبنائي، إذا قلنا F قابلة للاشتقاق على يمين الناقص واحد. انظروا لماذا؟ لأن هذا الصفر ينتمي إلى R. قال وفسر النتيجة هندسيا. أنا أقول التفسير الهندسي، إذا التفسير، التفسير الهندسي لهذه النتيجة التي وجدناها، نقول ماذا؟ نقول سي اف يقبل يا أبنائي، يقبل نصف مماس، ليس مماس، نصف مماس، لاحظوا ميله، ميله أو معامل توجيهه، معامل توجيهه هو صفر. ويمكن ونقول ومعادلته إذا سميناها تي واحد يا أبنائي تساوينا إيغريك يساوينا إف فتحة لصفر في إكس ناقص ماذا؟ لاحظوا قلنا في إكس ناقص ناقص واحد يصبح لنا زائد واحد. انظروا وتابعوا معي، زائد إف لصفر، اف لناقص واحد، وهنا قلت اف فتحه لناقص واحد، ليس اذا لاحظوا لان يا ابني نحن نعوض عند الناقص واحد. هنا هذه اف فتحه لناقص واحد وجدناها كم؟ انظروا وجدناها صفر، واف لناقص واحد لو نعوض هنا بناقص واحد وهنا بالناقص واحد اكيد نجد كم؟ صفر. فتصبح يا ابنائي اي جراج يساوي لنا، اذا تخيلوا صفر يضرب في هذه العباره يعطيها صفر، وهنا وجدنا صفر فيصبح لنا اي جراج يساوي صفر، هو معادله المماس. معناه معادله المماس هذه اي جراج يساوي صفر، معناه كيف ياتينا؟ لو رسمنا مثلا المنحنى، مثلا لو رسمنا المنحنى هكذا فيكون المماس هكذا يا أبنائي، هذا نصف المماس يكون متجه، ليس مماس، إنما قلت نصف مماس فقط، لأن مجموعة التعريف محدودة فقط يا أبنائي. الآن هذا فيما يخص الجزء الأول، نأتي الآن إلى الجزء الثاني، نتابع جيدا. قال أدرس قابلية الاشتقاق عند الواحد كذلك، هنا أكيد الواحد يكون بقيم أقل، بقيم أقل، إذا نقول كذلك دراسة قابلية الاشتقاق عند الواحد، يعني هنا في الطرف الآخر لمجموعة التعريف. إذا بنفس الخطة نقول ليميت اف لإكس ناقص ماذا؟ ناقص اف لواحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد، لكن هنا بقيم أقل لأن نحن بهذه الجهة، حتى تفهموا هذه الأمور تابعوا جيدا. فتصبح تساوي لنا ليميت اف لواحد، لو عوضنا هنا بواحد وهنا بواحد اكيد سوف نجد صفر، فتصبح لنا ماذا؟ اكس زائد واحد يا ابنائي في جذر واحد ناقص اكس مربع على اكس ناقص واحد لما الاكس يؤول قلت الى الواحد بقيم اقل، بقيم اقل، ركزوا على هذه الجمله. هنا لو نعوض تعويض مباشر اكيد سوف نجد صفر على صفر، وهذه حاله عدم التعيين. كيف نزيلها؟ عندنا عده طرق، من بينها نقول هكذا، ركزوا ارجوكم وتابعوا معي يا ابنائي. ما رايكم لو نضرب البسط في واحد ناقص اكس مربع؟ وبما ان ضربنا في البسط علينا ان نخلفها في المقام، يعني هكذا واحد ناقص إكس مربع. الجذر في الجذر أكيد يا أبنائي يذهب الجذر الذي موجود في البسطة. لما ذهب الجذر الذي موجود في البسط تصبح لنا تساوي لنا ليميت، ركزوا أرجوكم، تصبح لنا ليميت إكس زائد واحد في ماذا؟ في واحد ناقص إكس مربع، لأن الجذر ضربناه في نفسه يذهب الجذر. على المقام نتركه كما هو اللي هو إكس ناقص عفوا إكس ناقص واحد في جذر واحد ناقص إكس مربع
لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. نتابع جيدا. إذن لاحظوا جيدا أبنائي، هنا عندنا لو تلاحظون إلى الزائد واحد، في الأصل ما هو؟ هو ناقص واحد في ناقص واحد، يعني عنده ناقص وناقص، يعني عنده هنا ناقص وهنا ناقص كما أشير. ما رأيكم أن نستخرج هذا الناقص وهذا الناقص إلى هنا كعامل مشترك؟ نستخرج للناقص واحد ناقص واحد، نستخرج له الناقص فقط ونترك له ناقص، لأن الناقص في الناقص يعطينا زائد، فتصبح لنا ليميت ناقص في إكس، ركزوا، زائد واحد في، لاحظوا، في إكس مربع ناقص واحد، لأن هذا نزعنا له الناقص وهذا الناقص، فبقيت لنا إكس مربع ناقص واحد. انقلبت العبارة على إكس ناقص واحد في جذر واحد ناقص إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل، فتصبح لنا هذا لو تلاحظون إنه متطابقة الشهيرة رقم ثلاثة، أ ناقص أ مربع ناقص ب مربع يساوينا أ مو أ ناقص ب في أ زائد ب، تصبح لنا ليميت ناقص في إكس زائد واحد في إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد. هذا في أصله هو أ في هو إكس مربع ناقص واحد على إكس زائد ناقص واحد في جذر، لم أفعل شيء يا أبنائي، في واحد ناقص إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الواحد إلى بقيم أقل. هنا أكيد سوف يظهر أنه هذا قد ذهب مباشرة مع هذا بطريقة الاختزال، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت الناقص نتركه كما هو، ليصبح لنا إكس زائد واحد في إكس زائد واحد يصبح لنا مربع على ماذا يا أبنائي؟ على واحد ناقص إكس مربع. الآن في البسطة لو نلاحظ جيدا، والأمر جد جد بسيط لكن انتبهوا معي، يمكن أن نقسم هذه نصبح لنا ليميت ناقص في إكس زائد واحد مربع في واحد على واحد ناقص إكس مربع تحت الجذر. البسطة في البسط ما زال الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. لاحظوا جيدا يا أبنائي ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا تساوي، أولا لو نحسب كل واحدة على حدة اللي هي ليميت ناقص في إكس زائد واحد الكل مربع لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل، أعوض هنا بالواحد، فماذا ينتج لنا؟ يصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص أربعة، لا جدال، يصبح لنا كم؟ قلت تساوي ناقص أربعة يا أبنائي. لماذا؟ لأن هنا تعطيكم واحد وواحد مربع اللي هو أربعة، والناقص يصبح لنا ناقص أربعة. نأتي الآن إلى الأخرى اللي هي ليميت واحد على واحد ناقص إكس مربع تحت الجذر لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوي لنا. هنا ممكن أن بما أن هنا لو نعوض يصبح لنا واحد على صفر، وواحد على صفر ليس حالة تنتعي، إنما هنا حرب الإشارة فقط، يعني صفر زائد أو صفر ناقص. هنا أبنائي كيف نقوم؟ ما رأيكم أن نعين جدول إشارة المقام؟ لاحظوا جيدا، قلنا المقام اللي هو واحد ناقص إكس مربع ينعدم عند الناقص واحد والواحد، انظروا وتابعوا معي هكذا، قلنا هنا نفس هنا عكس وهنا نفس وهنا نفس، خارج ما الجذر النفس ونفس اللي هو ها هو النفس اللي هو ناقص. الآن قلنا أن واحد يؤول إلى واحد بقيم أقل، انظروا بقيم أقل، لو قلنا بالناقص واحد لقلنا بقيم أكبر، إذا أن تساوي ماذا؟ تصبح لنا واحد على صفر بقيم أقل، انظروا إلى هذه الجهة إلى صفر زائد، وهذه واحد على صفر زائد مشهورة أنها تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا زائد ما لا نهاية، انظروا وتابعوا معي، قلت تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا زائد ما لا نهاية، ركزوا أبنائي، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا كأنما ناقص أربعة، هذه أعطتكم ناقص أربعة، وهذه أعطيت لنا زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في ناقص أربعة مع حرب الإشارة تصبح لنا ناقص ما لا نهاية. إذا كم وجدنا؟ وجدنا ناقص ما لا نهاية، لماذا؟ لأن هذه انطلاقا من هذا الجدول أعطت لنا ماذا؟ أعطت لنا زائد ما لا نهاية، في هذا الناقص أربعة الذي وجدناه وجدناها ناقص ما لا نهاية. هل هذا ينتمي إلى R؟ هذا لا ينتمي إلى R، وبما أن لا ينتمي إلى R فماذا يمكن أن نقول على الاشتقاقية عند الناقص عند الواحد؟ إذا لاحظوا جيدا الشيء الذي وجدناه لا ينتمي إلى R، انظروا الآخر وجدناه ينتمي إلى R، إذا نقول تساوي لنا، إذا لا ينتمي هذا إلى R، بما أنه لا ينتمي إلى R نقول ومنه F غير قابلة للاشتقاق أكيد على يسار ماذا؟ على يسار الواحد، على يسار الواحد، إذا ومنه
تفسير البياني، ومنه التفسير البياني هو ماذا؟ هو أن سي اف يقبل يا أبنائي، يقبل لاحظوا نصف مماس عمودي، هذه احفظوها، لما تجد الاشتقاقية ما لا نهاية فقولوا نصف المماس كيف هو؟ عمودي، أو بمصطلح آخر شاقولي، أو بمصطلح آخر موازي لمحور الترتيب. معادلته، لاحظوا معادلته هي هذه، إكس يساوي واحد. إكس يساوي واحد معناه لو يأتينا هكذا مثلا، لو يأتينا المنحنى مثلا هكذا، ها هو تلك المماس، نصف المماس ليس مماس هكذا، نصف مماس يعني هنا نهايته يكون هكذا ناقص ما لا نهاية، يعني ميله يكون ناقص ما لا نهاية. الميل لما يكون ناقص ما لا نهاية في هنا الميل، لاحظوا هنا الميل صفر، وهنا الميل ما لا نهاية، وهنا الميل ناقص ما لا نهاية، لما يكون متجه نحو الأسفل فقط يا أبنائي. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعد، قال أدرس تغيرات دالة F، يعني هنا المقصد بها المشتقة وما حولها. إذن نقول دراسة تغيرات الدالة F، F على BF، يعني على مجموعة تعريفها، نتابع جيدا يا أبنائي. إذن ننطلق أولا بالمشتقة اللي هي F فتحة لإكس تساوي، هنا لا تنسوا يا أبنائي، ركزوا أرجوكم فيما يخص المشتقة لأن الكثير ربما يخطئ يا أبنائي، ربما لاحظوا هنا يوجد لنا جداء دالتين، ها هي دالة E وها هي دالة V، بينهما في المشتق يساوي مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول، هذا قانون عليكم أن تحفظوه. معناه تصبح لنا مشتق الأول كم؟ مشتق الأول اللي هو إكس زائد واحد لما نشتقه يعطينا هذا مشتقه صفر، وهذا مشتقه كم؟ واحد، تصبح لنا واحد في الثاني اللي هو واحد ناقص إكس مربع زائد مشتق الثاني، مشتق الثاني اللي هو هذا، ما هو مشتق الدالة الجذرية؟ هو مشتق ما بداخل الدالة الجذرية، إذن مشتق الواحد صفر، ومشتق الناقص اثنان إكس هو ناقص اثنان، مشتق إكس مربع هو اثنان إكس على اثنان في العبارة نكتبها كما هي اللي هي واحد ناقص إكس مربع. إذن الدالة الجذرية لما تجدوا هكذا مشتقها يا أبناء يساوي لنا F فتحة على اثنان في جذر F. في ماذا؟ في الأول، الأول هو إكس زائد واحد، لم أفعل شيء يا أبنائي، إنما طبقت القانون اللي هو قانون المشتق جداء دالتين. فماذا ينتج يا أبنائي؟ يصبح لنا F لاحظوا فتحة لإكس تساوي واحد ناقص إكس مربع تحت الجذر، ثم عندنا هذا يذهب مع هذا بقاعدة الاختزال، ناقص ماذا؟ ناقص إكس في إكس زائد واحد على لاحظوا على واحد ناقص إكس مربع، لاحظوا جيدا قلت على واحد ناقص إكس مربع، هذه هي المشتقة التي نجدها. الآن نأتي إلى إشارة هذه المشتقة، أكيد هنا أبنائي نقوم بتوحيد المقام، يعني المقام لهذا واحد حتى يصبح له نفس المقام مثل هذا، علينا أن نضرب هذا في هذا، فماذا ينتج يا أبنائي؟ تصبح لنا F فتحة لإكس تساوي الجذر في الجذر، ماذا يحدث للجذر؟ أكيد سوف يذهب، يعني تصبح لنا واحد ناقص إكس مربع ناقص إكس في إكس زائد واحد لأنها هو ناقص، على نترك خط الكسر على واحد ناقص إكس مربع. نكمل الآن النشر رويدا رويدا، فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا واحد ناقص إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص إكس على ماذا يا أبنائي؟ على واحد ناقص إكس مربع تحت الجذر. الآن سوف نرتب كل شيء، فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا F فتحة لإكس تساوي نرتب الأمر كما ينبغي هكذا وهكذا، ونكتب هنا واحد ناقص إكس مربع، البسط يصبح لنا ناقص اثنان إكس مربع ناقص إكس ماذا؟ زائد واحد يا أبنائي، هذا هي عبارة ماذا؟ هذه هي عبارة يا أبنائي الإف فتحة. المطلوب أكيد هو
إشارة أو إشارة المشتقة. نتابع جيدا هنا في إشارة المشتقة يا أبنائي، لاحظوا جيدا. إذن بعد ما قمنا بحساب المشتقة نأتي الآن إلى إشارتها، لاحظوا جيدا يا أبنائي وتابعوا. إذن إشارة F فتحة لX من إشارة ماذا؟ من إشارة البسط. قلت ماذا؟ البسط، لأن واحد ناقص x مربع تحت الجذر موجبة تماما، موجبة تماما على المجال. ما هو؟ على المجال من ناقص واحد إلى واحد. الآن علينا أن نجعل المجال كيف هو؟ المجال مفتوح. لماذا يا أبناء المجال مفتوح؟ لأن لو نتركه مغلوق هنا فالواحد والناقص واحد يعدم المشتقة، وهذا غير مقبول، لأن الدالة نقول الدالة F قابلة للاشتقاق على المجال ناقص واحد وواحد مفتوح، وإلا لو تركناه مغلوقا. عوض هنا بالواحد والناقص واحد سوف تحدث الكارثة، معناه يحدث لنا صفر في المقام. إذن هنا دائما في الدوال الجذرية من هذا النوع المجال عند الاشتقاق، عند المشتقة عليكم أن تقوموا بفتحه. الآن ماذا؟ إذا قلنا إشارتها من إشارة البسط لأن المقام موجب. ركزوا هنا يا أبنائي، نتابع. إذا تصبح لنا ناقص x مربع ناقص x زائد واحد، هذه عبارة من الدرجة الثانية. علينا أن نقوم بحساب ماذا مميزها، اللي هو b مربع يعني واحد ناقص أربعة في ناقص اثنان في واحد. ركزوا معي أرجوكم. قلت كما أشير يصبح لنا هذا مربع ناقص أربعة في ناقص اثنان في واحد، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا تسعة. يقول أحدكم لكن لماذا يا أستاذ؟ لاحظوا قلنا ب مربع، الب هو الناقص واحد لما نربعه واحد، في ماذا؟ في ناقص أربعة في ناقص اثنان في السي هو واحد، تصبح لنا إذن جذر دالتا يساوي لنا كم يا أبناء؟ يساوي لنا ثلاثة. الآن بما أنه يساوي لنا ثلاثة معناه يصبح لنا إكس واحد يساوي ناقص ب، الب ها هو أمامكم، الناقص مع الناقص يصبح لنا زائد ناقص جذر دالتا على اثنان أ، ها هو الأ اللي هو الناقص اثنان في الناقص يصبح لنا ناقص أربعة، فتصبح لنا كم يا أبنائي؟ فتصبح لنا هنا ناقص اثنان على ناقص أربعة، الناقص مع الناقص يذهب وأصبح لنا واحد على اثنان. إذا إكس واحد، ركزوا إكس واحد يساوي لنا واحد على اثنان. احفظوا هذه الأمور، سوف نلاحظ نقطة نقطة أبنائي. عندنا هذا الأمر الأول، نأتي الآن إلى الحل الثاني أو الجذر الثاني ثم نقارنهم مع مجموعة التالي، لأن فيه ما يقبل وفيه ما يرفض. إكس اثنان يساوي لنا ناقص بي، البي ها هو ناقص بي معناه واحد زائد جذر دالتا على اثنان أ، قلنا هنا على جذر دالتا اللي هو الثلاثة، فتصبح لنا أربعة على ناقص أربعة وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص واحد. لاحظوا إذا تنعدم المشتقة عند ماذا؟ ولو نعوض هنا، نعم عوضوا يا أبنائي بناقص واحد، عوضوا هنا بناقص واحد، ماذا يحدث؟ نتابع يا أبنائي. إذا لو قلت لو نعوض يا أبنائي هنا كما أشير بالناقص واحد أكيد سوف تجدنا ناقص اثنان زائد واحد زائد واحد ويساوي لنا الصفر. إذا المشتقة، إذا نحن على صواب، تنعدم عند ماذا؟ تنعدم لنا عند الإكس يساوي لنا إكس واحد يساوي لنا نصف، والإكس الثاني يساوي لنا ناقص واحد. لكن علينا أن نحترم شيء ألا وهو مجموعة التعريف يا أبنائي. لاحظوا أولا سوف نقوم برسم جدول على أساس أنها معرفة على R، ثم نستثني قيمنا يا أبنائي. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا كيف، يعني لما يكون عندنا مجال صغير من مجال R كيف يمكن لنا أن نبسط ذلك. تابعوا جيدا يا أبنائي، عندنا قلنا هنا عندنا X، لو قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، المشتقة اللي هي العبارة، عبارتها اللي هي ناقص 2 X مربع ناقص x زائد واحد، هذه تنعدم عند الناقص واحد قلنا وعند الصفر فاصل خمسة.
سوف نبعد كثير، نبعد أفضل. إذا قلنا ناقص واحد والصفر فاصل خمسة. لاحظوا جيدا، إذا هنا تنعدم هذه العبارة وتنعدم هذه العبارة. إذا لاحظوا هنا يا أبنائي، انظروا جيدا، إذا هنا نقول نفس، وهنا نفس، وهنا عكس. لاحظوا هذا فيما يخص، لكن لا ننسى مجموعة التعريف الدالة. إذا قلنا هنا F فتحة لإكس، F فتحة لإكس، لاحظوا يا أبنائي، إذا الدالة أين معرفة؟ الدالة قلنا معرفة من ناقص واحد إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الواحد، ها هو الواحد. هنا مهما كان، ركزوا أرجوكم، وهكذا. انظروا هذا المجال يرفض كليا، وهذا المجال يرفض كليا، انظروا جيدا هكذا، حتى عند هذا المكان ويرفض، نتابع جيدا، هنا يرفض، وهنا تصبح المشتقة إذن تنعدم. إذن ماذا نحتاج؟ لما أخذنا جزء من هذا الجدول، أخذنا حسب مجموعة تعريف الدالة. لاحظوا جيدا، نتابع. إذا قلنا يا أبنائي حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء، لاحظوا نحن شكلنا جدول، لأن هذه العبارة هذه لوحدها معرفة على R، لكن هذه ليس معرفة على R، أنها معرفة من ناقص واحد إلى واحد. إذا ما نحتاج؟ نحتاج الإشارات التي بقيت لنا داخل الجدول. ماذا بقيت؟ بقيت لنا هنا زائد، وهنا لا ننسى أن إذا قلنا هنا نفس عكس، إذا هذا الناقص يبقى ناقص، لأنها هو مفترق الطرق هنا وهنا، إذا هذا الناقص هكذا. إذا ماذا نحتاج؟ نقول بأمر بسيط، إذا نحتاج هنا من هذا المكان إلى هذا المكان، لأن الدالة معرفة، أما البقية فلا يهمنا يا أبنائي. إذا شطبناها هكذا باللون الأزرق، نقول الدالة، نقول هكذا الدالة F كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال. ما هو المجال يا أبنائي؟ من ناقص واحد إلى صفر فاصل خمسة هكذا، وهنا الدالة أصبحت غير قابلة للاشتقاق، والدالة F كيف هي؟ متناقصة على المجال. ما هو المجال؟ اللي هو من صفر فاصل خمسة يا أبنائي إلى ناقص واحد، بهذه البساطة. ها هي متزايدة وهي متناقصة فقط. الآن بعدما قمنا بجدول إشارة وذكرنا التغيرات الدالة، نأتي مباشرة إلى جدول جدول، هذا جدول المشتقة، نأتي لنا جدول تغيرات الدالة F على المجال من ناقص واحد إلى واحد. إذا ما علينا إلا رسم جدول يا أبنائي فقط، نتابع هكذا، ولكن علينا أن نحترم مجموعة التعريف التي أعطيت لنا فقط، يعني نرسمه من ناقص واحد إلى واحد، البقية لا يهمنا. لاحظوا هكذا كما أشير، إذا وعندنا هذه هكذا، ثم ننطلق في عملية المل. إذا قلنا إكس من ناقص واحد إلى واحد، وهنا F فتحة لإكس انعدمت عند الصفر فاصل خمسة، انعدمت عند الصفر فاصل خمسة وعند الناقص واحد، لكن ناقص واحد جاء مع مجموعة التعريف، إذا نحتاج هنا صفر فاصل خمسة. الدالة مهما كان قلنا غير قابلة للاشتقاق عند أماكن هذه، إذا في الأصل هي كليا يعني هكذا. إذا وعندنا كذلك نختار هنا تنعدم، إذا قلنا الإشارة من هنا زائد، هي زائد، ومن هنا ناقص. ثم نأتي إلى هنا لنكتب جهة الصغر اللي هي F لX، F لX إذا هكذا أبنائي، ثم ماذا؟ ثم هكذا فقط. ثم يا أبنائي ماذا؟ إذا نحسب صورة الناقص واحد، وجدناها هي صفر، وصورة ماذا؟ وصورة الواحد هي صفر، و F لصفر فاصل خمسة تساوي لنا، معناه نأتي إلى الدالة يا أبنائي، إذا كما أشير، إذا قلت نأتي إلى الدالة يا أبنائي ونعوض هنا بصفر، هنا صفر فاصل خمسة
وهنا 0.5 وهنا 0.5 الكل مربع. فنجد يا أبنائي النتيجة التالية يعني بالآلة الحاسبة فقط. إذن سوف نجد يا أبنائي 1.3، هذه هي صورة ماذا؟ صورة 0.5. ثم نأتي إلى هنا ونقوم بغلق جدولنا حتى يكون أكثر تنظيما فقط، هكذا كما أشير يا أبنائي. ثم بعدها بعد ما أكملنا مع هذا السؤال اللي هو سؤال دراسة اتجاه تغيرات الدالة F، نأتي يا أبنائي إلى السؤال الآخر نتابع جيدا. إذا نحتاج فيه المشتقة، لماذا نحتاج المشتقة؟ لأن معادلة مماس. قال أكتب معادلة T للمنحني سي اف عند الفاصلة المعدومة. إذا نكتب هنا كعنوان كتابة معادلة تي عند اكس صفر يساوي صفر. نحن نعلم أن معادلة مماس عند نقطة معينة أو فاصلة معينة يقول إيغريك يساوي أن اف فتحة لصفر في اكس ناقص صفر زائد اف لصفر. هنا نعوض في المشتقة وهنا نعوض في الدالة. نعوض في المشتقة بما نسميه صفر. إذن هنا صفر 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 وصفر. أكيد ماذا نجد؟ نجد أنها نجد العبارة تساوي لنا كم؟ 1/1 تساوي لنا 1. إذا أصبح لنا إيغريك يساوي لنا 1 في إكس ناقص صفر زائد إف لصفر. عوض هنا بصفر وهنا بصفر فتصبح لنا 1 في 1 اللي هي زائد هنا 1. فتصبح معادلة المماس هي إيغريك يساوي لنا إكس زائد 1. هذه هي معادلة المماس تي. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي نأتي إلى السؤال الآخر. قال الدروس الوضعية. إذا نكتب هنا دراسة وضعية سي إف بالنسبة، لاحظوا، إلى تي. سي إف بالنسبة إلى تي، هكذا حتى تفهموها. إذا نقول ندرس إشارة الفرق، هذا هو الأمر المهم، الفرق بين إف لإكس ناقص إيغريك على المجال اللي هو من ناقص 1 إلى 1. يجب أن نحترم مجموعة التعريف. إذا ماذا ينتج يا أبنائي؟ تصبح لنا إف لإكس تساوي لنا إكس، إذا قلنا إف لإكس اللي هي، إذا قلنا إف لإكس ناقص إيغريك يصبح لنا إكس زائد 1 في جذر 1 ناقص إكس مربع ناقص ماذا؟ ناقص إيغريك اللي هو ها هو الإيغريك، نتركه هكذا إكس زائد 1. ما رأيكم أبنائي لو نأتي مع هذا وهذا ونستخرجهم كعين مشترك من هنا؟ فتصبح تساوي لنا إكس زائد 1، نفتح قوس، يبقى لنا بالداخل 1 ناقص إكس مربع أكيد ناقص 1. لماذا؟ لأن لما نحذف هذا من هنا ونستخرجه يبقى لنا هكذا. إشارة جداء، إشارة الأول في إشارة الثاني. أو أولا نبحث عليه أين ينعدم، نجعلها تنعدم، يعني هل يتقاطع معه أم لا. إذا قلنا أنه ينعدم معناه هل يوجد نقاط تقاطع أم لا. فإذا اثنان يساوي عددان مضروبان في بعضهما يساوي الصفر، إما إكس زائد 1 يساوي الصفر أو 1 ناقص إكس مربع تحت الجذر ناقص 1 هو الذي يساوي الصفر. هنا لو ننطلق وننقل هذا إلى هنا أي يصبح لنا إكس يساوي لنا ناقص 1. هنا لو ننقل هذا إلى هنا فأصبح لنا 1 ناقص إكس مربع يساوي لنا 1. مع مجموعة التعريف دائما نحترم أن إكس يجب أن يكون محصور ما بين الناقص 1 والواحد. إذا هنا ما رأيكم بما أن هذا موجب وهذا موجب يا أبنائي نربع الطرفين، نربع الطرفين. لو كانت هكذا لقلنا المعادلة هذه ليس لها حل، لأن مستحيل الموجب يساوي السالب. نربع الطرفين يصبح لنا 1 ناقص إكس مربع يساوي لنا 1. يذهب هذا مع هذا فتبقى لنا ناقص إكس مربع يساوي الصفر. أي عدد نربعه يعطينا صفر، ما هو إلا الصفر، معناه إكس يساوي صفر. إذا حلول المعادلة هذه لما يكون يساوي الصفر، إما الناقص 1، نعم والناقص 1 هنا يعطينا صفر في الأخرى تعطينا صفر، أو ماذا؟ أو الصفر. تعالوا نعوض، هل الصفر يحقق صفر وصفر؟
فأصبح لنا واحد ناقص واحد تساوي لنا صفر مضروبة في واحد تعطينا صفر. إذن نحن على صواب يا أبنائي. القيم التي وجدناها وجدناها صحيحة. نأتي الآن لنعين جدول الإشارة. لاحظوا جدول الإشارة أولا ننشئه على أساس، قلت ننشئه على أساس أنها معرفة على R، ثم نستثني نأخذ مجالنا الذي نحتاجه. إذن عندنا هكذا وعندنا هكذا ونتابع رويدا رويدا. تابعوا يا أبنائي. إذن ننطلق X، إذا قلنا عفوا إذا قلنا الإكس إكس من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. نأتي إلى العبارة الأولى اللي هي إكس زائد واحد تنعدم عند، قلنا عند ماذا؟ عند ناقص واحد هكذا. هنا ماذا؟ هنا زائد عكس وهنا نفس. ثم نأتي للعبارة الأخرى. ما هي العبارة الأخرى اللي هي يا أبنائي؟ اللي هي ها هي التي وجدناها، اللي هي ناقص إكس مربع. الناقص إكس مربع أولا أين ينعدم؟ وجدناه ينعدم عند صفر. إذن هنا هكذا عند صفر. لكن لا تنسوا أن الناقص إكس مربع مهما كان مهما كان هو عدد سالب، لأن التربيع موجب ونضربه في الناقص تبقى لنا الإشارة دائما ناقص ناقص مهما فعلنا. وقوموا بالتجريب، أي عدد سوف تجده سالب. خذوا الناقص خمسة، الناقص خمسة مربع هو خمسة، والناقص الذي مضروب هنا أصبح لنا ناقص 25. ناقص 5 في ناقص 25 والناقص به ناقص 25. ثم عندنا الناقص واحد الذي الواحد الذي معرف عنده الدالة، انظروا جيدا، إذا الدالة معرفة من ناقص واحد وعند الواحد، فينزل هذا هكذا ثم هذا ينزل هكذا. ركزوا معي، إذا هنا وجد هذا الصفر لما عبر السبيل وجد هنا زائد. لمن هذا الزائد؟ اللي هو لهذا، لأن لا دخل له إلا في هذا المكان، الصفر يؤثر. ثم نأتي الآن إلى حرب الإشارات. حرب الإشارات ما معناه؟ معناه هذه في هذه ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص، ثم هنا هنا يؤثر هكذا، ثم هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص. انظروا وتابعوا معي كيف ننظم الوضعية في هذا المثال هنا. ثم نأتي إلى هذا المكان، هنا نكتب الجداء. لا تهمنا هذه الجهة، لا تهمنا، سوف نكتب هنا الوضعية. لاحظوا الوضعية، الوضعية يا أبنائي انظروا وتابعوا معي نقطة نقطة يا أبنائي كيف نجرب ذلك. إذا هنا صفر هكذا، أو نتركها كما هكذا. إذا هنا هكذا وهنا هكذا، ونأتي إلى هذا المكان، إنها العبارة غير معرفة من هنا والوضعية غير موجودة من هنا. انظروا جيدا هكذا، لأن الدالة معرفة من ناقص واحد إلى واحد فقط، لا تهمنا البقية. إذا نقول هنا سي اف يقع ماذا؟ قلنا الزائد والزائد، ركزوا أرجوكم. إذا يقع ماذا؟ سي اف يقع أسفل ماذا؟ أسفل تي. وهنا في هذا المكان نقول سي اف يقطع تي، وهنا سي اف ماذا يا أبنائي؟ يقع فوق تي. وحتى في هذا المكان، بما أن الدالة هنا في هذا المكان هنا يقطعه. لماذا يقطعه؟ لأن الدالة معرفة من ناقص واحد إلى واحد، والناقص واحد كان له تأثير، هنا كان له تأثير، معناه في هذه القيمة هنا نقول سي اف يقطع، وفي الحقيقة يمسه فقط، يمسه يقطع ماذا؟ يقطع تي، لكن هو يأتي يعني كنقطة توقف فقط. سوف نلاحظ ذلك لما نقوم بعملية الرسم يا أبنائي فقط. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الأخير والمهم اللي هو الرسم. أركزوا أرجوكم، عندنا هنا في الرسم أولا سوف نقوم برسم المماس اللي هو قلنا إنه Y يساوي X زائد واحد. نستعمل الجدول المساعد، هنا X وهنا Y. إذا أعطينا تخيلوا إلى هذا الصفر، الـ Y كم يصبح؟ لاحظوا صفر معناه الـ Y يصبح لنا واحد. تخيلوا نعطي له ناقص واحد،
نعطي لو كنا قم كم ناقص واحد، معناها الإي يصبح صفر. إذا النقطة الأولى اللي هي صفر مع واحد، ها هي صفر مع واحد، والثانية ناقص واحد مع صفر، ها هي. ثم نأتي يا أبنائي ونقوم بالربط ما بين هذه النقط. انظروا جيدا، ها هي النقط، هذا ما نسميه المماس تي. انظروا جيدا، ها هو المماس يا أبنائي تي. انظروا، إنه المماس، قلنا هذا اسمه تي. عندنا كذلك يا أبنائي القيمة الحدية، ها هي القيمة الحدية اللي هي 0.5 مع 1.30. 0.5 ها هي مع 1.30. إذا قلنا عندنا هنا قيمة حدية، ها هي مثل الجبل، اللي هي 0.5 مع ماذا؟ مع 1.3. 1.3 معناه يكون لنا في هذه القيمة، معناه يا أبنائي نلاحظ جيدا إذا قلنا أنه هكذا فتكون القيمة هنا، ثم نضع هكذا رمز يشبه الجبل هكذا. انظروا تابعوا، عندنا قلنا الوضعية علينا أن نحترمها، لاحظوا يقع أسفل وأسفل، وعند الصفر ما هي صورة الصفر؟ صورة الصفر يا أبنائي وجدناها إنها واحد، معناه ركزوا كيف يكون المنحني هكذا. انظروا جيدا، إنه هكذا. ثم يا أبنائي هنا كذلك قلنا ماذا؟ قلنا عنده مماسا نصف مماس، كيف هو؟ أفقي، يأتينا في هذا الاتجاه. كلمة أفقي، اسمعوا هذه الكلمة، مماس أفقي، فيأتينا هكذا. انظروا جيدا، يأتينا هكذا، هكذا كما أشير، معنى حتى هنا في هذا المكان ها هو يمسه، يمسه يا أبنائي، ثم يعيد الكرة، لكن مع ماذا؟ مع واحد وصفر، يعني في هذا المكان، معناه هنا علينا أن يكون كذلك لدينا يا أبنائي مماسا عموديا، ها هو مماسا عموديا، يعني بهذا الاتجاه هكذا. فماذا نرسم؟ فيأتينا المنحنى بهذا، لاحظوا، ثم يأتينا هكذا ليكون عموديا، لاحظوا، وسوف أريكم ذلك بالبرنامج. انظروا هنا كما أشير، عفوا، سوف نوضح أكثر، يكون هكذا وهكذا 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 هنا كما أشير، حتى في هذا المكان لا يكون يقطع، إنما يكون مماس فقط، يكون مماسا فقط وهكذا. ولاحظوا هنا بالبرنامج، ها هو أمامكم بالبرنامج، إنه هنا يمس وهنا يمسه فقط، يعني هذه الوضعية هنا حتى يمكن أن لا نقول على أنه يا أبني يقطعه، إنما يمس فقط، هنا يمس بهذه البساطة المطلقة. قد رسم هذا المنحنى الرائع. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.